بالنسبه لي بحب اني امثل صعيدي من ايام خطوط حمراء واحنا شغالين على الصعيدي. من اجمل الشخصيات في العالم، من اجمل الممثلين، من اطيب الناس، الاستاذ احمد بدير. يعني انا حتى مش عارف بعد كده همثل من غيره ازاي، يعني للدرجه دي. هو فعلا البيت الكبير هو بيت كبير. يعني الاستاذه سوسن بدر، يا رب، الاستاذه لوسي، الاستاذ احمد صيام، المخرج العظيم اللي بحبه جدا الاستاذ النقلي، طبعا كل ده تحت الشركه اللي بيديرها الاستاذ ممدوح شاهين. بحب اقول لهم شكرا، شكرا اني انا معاك، وشكرا اني انا في البيت الكبير ده، ووحشتوني جدا. يعني انا بقالي 3 او 4 ايام غايب عنهم، فكلمتهم في التليفون قلت لهم خلاص انا عايز اجي البيت الكبير.